فسروا لنا قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه الآية نزلت على سبب وهو أن بعض الصحابة خرجوا ببعض السرايا أو الغزوات، أمر بهم رجل يسوق غنيمة فسلم عليهم ولكنهم لم يردوا عليه السلام بل قتلوه على أنه كافر، على أنه كافر وأنه إنما سلم من أجل أن يتقي من القتل. الله نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله معاني كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني تثبتوا. إذا سلم الإنسان وأظهر الإسلام فإنه يقبل منه حتى يرى منه ما يخالف ذلك، من أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين أو جاء بما يدل على إسلامه فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يرى منه ما يخالف ذلك من نواقض الإسلام، هذا هو التبين والتثبت. جزاكم الله خيرا.